Hello, my dear students. مرحبا طلاب الأعزاء. Welcome again to English class. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية إلى حصة اللغة الإنجليزية. This is teacher Amani. معكم Miss Amani. واليوم إن شاء الله تعالى we will start together with a new unit. بدنا نبدأ مع بعض إن شاء الله تعالى بوحدة جديدة. Our unit title is People at work. People at work. يعني الناس في وظائفهم. وطبعا أحبابي بهذه اليونت عندنا وظيفتين مطروحتين. أول وظيفة a helicopter pilot. A helicopter pilot. واللي هي طيار الطائرة المروحية. أما الوظيفة الثانية فهي a hospital nurse. Hospital nurse بمعنى ممرضة داخل المستشفى. الآن عندي ورقة صغيرة أنا موضحة فيها مجموعة المعاني الموجودة page 38 صفحة 38 من كتاب الطالب. وطبعا أحبابي هذه الكلمات أعطينا معانيها بالإضافة إلى توضيح نوعها من أقسام الكلام من الـ parts of speech. طبعا أنا موضحت لكم هون بهذا الجزء النعون حطيت عنده أو الاسم حطيت عنده N, الverb الفعل حطيت عنده V, وكمان الصفة الـ adjective حطيت عندها ADJ, adjective اختصار لكل وحدة فيهم. الآن أحبابي ضروري كتير نعرف إنه هاي الكلمات مرة تانية بتخص فقط a helicopter pilot, طيار الطائرة المروحية. خلينا نبدأ مع بعض بالكلمات, واليوم إن شاء الله تعالى رح ناخد مع بعض إلى كلمة job. إلى كلمة job, تمام؟ أما بقية الكلمات إن شاء الله تعالى رح تكون معانا بإذن الله في الكلاس القادمة في الحصة القادمة. Let's start. Helicopter. 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 طائرة مروحية. طائرة مروحية. Helicopter. أكيد كتير واضح بالنسبة لإلنا عفوا إنه letter H حرف الـ H يلفظ إه, letter C حرف الـ C يلفظ إك. هيلي helicopter, helicopter طائرة مروحية. نوعها من أقسام الكلام noun اسم. ليش أحبابي؟ لأنه helicopter هو اسم هذه الطائرة ما بنوصفها وهو مش فعل يحتاج إلى فاعل للقيام به. helicopter, helicopter طائرة مروحية. pilot, 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 pilot طيار, طيار أي الشخص الذي يقوم بقيادة الطيارة. طيار pilot, pilot, pilot طيار. fly, fly, fly يطير. fly يطير, يطير, fly يطير. الآن أحبابي pilot نوعها من أقسام الكلام noun طيار, أما الverb اللي معناه يطير fly فهو فعل مثل ما قلت لكم verb يطير, يطير fly و pilot. mountains again مرة تانية. mountains, mountains, mountains جبال, جبال. mountains جبال نوعها من أقسام الكلام part of speech أو type of speech. Mountains noun, noun. Mountains جبال noun اسم. الآن عنا land, land, land يهبط
verb نوعها من أقسام الكلام verb يهبط يهبط land land okay health 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 وتعني تلال تلال وأكيد بتعرفوا التلة مفردها يعني مفرد health hell واحدة تلة هي بتكون عبارة عن واحدة من تضاريس الكرة الأرضية طبعا ما بتكون عالية مثل الجبال الماونتنز ولا بتكون مسطحة مثل الجراوند الأرض العادية تمام إذا عندي تلال hills noun okay plain 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 طائرة طائرة noun noun plain plain نوعها من أقسام الكلام noun اسم plain plain طائرة طائرة okay motorbike 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 وتعني دراجة نارية دراجة نارية نوعها من أقسام الكلام noun اسم noun motorbike motorbike noun اسم and the last one الكلمة الأخيرة job 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 وتعني عمل أو وظيفة noun اسم نوعها من أقسام الكلام اسم إذن job job noun عمل أو وظيفة أوكي الآن لحتى أرجع أقرأ لكم الكلمات وتكون واضحة بالنسبة لكم حطيت لكم برضو الأصوات helicopter helicopter طائرة مروحية pilot pilot طيار fly fly يطير mountains mountains جبال land land يهبط hills hills تلال plane plane طائرة motorbike motorbike دراجة نارية job job عمل أو وظيفة الآن أحبابي في كلمة helicopter عندي letter H حرف ال H يلفظ إه وحرف ال C يلفظ إك heli heli helicopter الآن في كلمة pilot pilot طيار حرف ال I يلفظ يعني صوته مثل اسمه I pilot pilot أما fly fly فعندي حرف ال Y يلفظ I fly fly now mountains 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 عندي الاو مع اليو مثل ما اتفقنا بالفونكس في الحصة السابقة الاو مع اليو تلفظ او ماو ماون mountains mountains عندي الاي مثل الكسرة اما الاس فتلفظ از فنقول mountains ومعناها جبال أما نوعها من أقسام الكلام فهي noun اسم land land سهلة الأحرف اللي فيها مثل ما بلفظها بكونها مع بعض أو بربطها مع بعض لحتى تكون عندي كلمة land بالنسبة لكلمة health health عندي letter H تلفظ إه ه health هيلز والاس تلفظ از لانها اس الجمع بالعاده تلفظ از هيلز هيلز تلال بلين بلين
طائرة. الآن البلين في عنا E silent letter، ونعني ب silent letter حرف يكتب ولا يلفظ. plane plane، وبعدها بتصير الكلمة واضحة مثل ما الأحرف عندي موجودة، بلفظها بربطها مع بعض وبكون كلمة plane. plane طائرة. الآن motorbike عندي letter I يلفظ كاسمه، يعني صوته كاسمه. I motor bike، والإي silent letter حرف صامت يكتب ولا يلفظ. motor bike means تعني دراجة نارية. The last word، الكلمة الأخيرة عندي job، وهذه واضحة جدا، J-O-B تلفظ مثل ما هي مكتوبة، job عمل أو وظيفة. Okay, let's move now to page 38. لننتقل الآن إلى صفحة 38 من كتاب الطالب، وبهذه الصفحة أحبابي عندي 3 pictures، 3 صور بدنا نعلق عليهم، طبعا بعد ما نقرأ العنوان ونحاول نقرأ ونفسر أفكار ومعاني هذا الدرس. الآن people at work، الناس أو الأشخاص داخل أعمالهم أو في وظائفهم. work نفس معنى كلمة job عمل، تمام، work و job نفس المعنى. الآن a helicopter pilot عنوان فقرتنا أو النص تبعنا اللي هو طيار الطائرة المروحية، helicopter pilot. الآن عندي 3 pictures، عندي 3 صور. الصورة الأولى بتوضح صورة helicopter، طبعا مثل ما هو موضح لي أسفل الصورة، موضح إنه helicopter معناها طائرة مروحية. معطيني معلومة أسفلها عم بيقول this can fly at 200 kilometers an hour. Again مرة تانية، this can fly at 200 kilometers an hour. هذه الطائرة اللي هي الهليكوبتر can fly، تستطيع أن تطير at 200 kilometers، على مسافة أو 200 كيلومتر an hour في الساعة، تستطيع هذه الطائرة المروحية الهليكوبتر أن تطير بمقدار 200 كيلومتر في الساعة. الآن داخل الهليكوبتر معطيني صورة للبايلوت، صورة للطيار، بايلوت طيار. موضح لي مجموعة من الأمور يلي لازم يرتديها الطيار وهو في رحلة الطيران على البايلوت. موضح لي بالأول إنه بيرتدي إشي منسميه أحبابي هيلمت، وهذه إن شاء الله تعالى رح أوضح لكم إياها بالحصص الجاي. هيلمت means خوذة. الخوذة أحبابي من صفاتها إنها hard، قاسية أو صلبة من الخارج لحتى تحمي رأسه للطيار. helmet خوذة. الآن تحت الهلمت عندي شيء بنسميه headset. الهيدسيت أحبابي هو السماعات، headset سماعات. السماعات بتكون عبارة عن هذا الشكل، هذه كلها كاملة بنسميها headset. هلأ الجزء هاد، الجزء يلي بيعطيني الصوت، بسمع منه الصوت، بسميه earphones، تمام؟ الearphones يعني سماعة الأذن. بيقول لي استخدامها the pilot listens to people on the ground، يعني الطيار يستمع إلى الأشخاص أو الناس الموجودين على الأرض وهو في رحلة الطيران.
أما الجزء هاد فمنسميه مايكروفون. مايكروفون، المايكروفون هو المايك يلي من خلاله بنقدر ننقل الصوت. The pilot can speak to people on the ground. هون يستطيع أن يستمع، listen، يستمع للأشخاص على الأرض، لكن هون البايلوت يستطيع أن يتحدث، speak، مع الأشخاص الموجودين على الأرض. إذن هذا كامل بنسميه headset، جزء سماعة الأذن بنسميه earphones، وجزء المايك بنسميه microphone. هدول السماعات بيستعملهم للlisten، للسماع، أما المايك فبيستعمله للspeak، للتحدث. آخر جزء بدنا نحكي عنه واللي هو الglass، sorry، sunglasses. glasses، sunglasses، اسمهم sunglasses، نظارات شمسية. طبعا أكيد الشمس بتكون مشعة جدا وهو في رحلة الطيران، وبقصد البايلوت، فضروري جدا إنه يرتدي البايلوت sunglasses، النظارات الشمسية، بجانب الهيدسيت والهلمت. معناها ثلاث شغلات بيرتديهم البايلوت الطيار، مهمين جدا قبل كل رحلة طيران: helmet خوذة، headset سماعات، و sunglasses نظارات شمسية. رح نقرأ مع بعض أحبابي البوكس الأول، الصندوق الأول، بعد هيك إن شاء الله تعالى بتكون حصتنا القادمة عن البوكس الثاني ومعاني البوكس الثاني. This pilot flies a helicopter. هذا الطيار يطير أو يقلع بالهليكوبتر واللي هي الطائرة المروحية. The helicopter can fly quickly over mountains. الطائرة المروحية تستطيع أن تطير بسرعة فوق الجبال. It can land on hills. ويمكنها، نقصد الطائرة المروحية الهليكوبتر، تستطيع أن تهبط على الهيلز واللي هي التلال. It is smaller than a plane. الطائرة المروحية أصغر من الطائرة العادية plane. But لكن it is faster than a motorbike. ولكنها أسرع من الدراجة النارية. تخيلوا الطائرة المروحية أصغر من الطائرة العادية، ولكنها أحبابي أسرع من الدراجة النارية. The pilot's job is often exciting. عمل أو وظيفة البايلوت غالبا مرح وممتع. This pilot flies a helicopter. The helicopter can fly quickly over mountains. It can land on hills. It is smaller than a plane, but it is faster than a motorbike. The pilot's job is often exciting. اقرأها مرة أخيرة لحتى تكون مفرداتها واضحة بالنسبة لكم. This pilot flies a helicopter. The helicopter can fly quickly over mountains. It can land on hills. It is smaller than a plane, but it is faster than a motorbike. The pilot's job is often exciting. That's all for today. Thank you for listening. Thank you for watching. See you next time إن شاء الله تعالى. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. أراكم في الحصة القادمة. إلى اللقاء.